إدارة الغضب، الطبعة الجديدة لأفضل الكتب مبيعا على مستوى العالم، أبسط الخطوات للتعامل مع الإحباط والتهديد. جيلينفيلد. Managing Anger. Simple Steps to Dealing with Frustration and Threat. الغضب استجابة طبيعية للأذى أو الإحباط أو الحرمان أو الخسارة أو التهديد، وقد يكون أيضا استجابة ضارة تحدث نتائج مدمرة في حالة عدم التعامل معه بفاعلية. عند ربما ننفعل على من نحبهم، وربما نفقد أعصابنا، وربما نحول غضبنا على أنفسنا فتساورنا مشاعر الندم والذنب والمرارة أو حتى اللامبالاة. ولأن الغضب شعور نحاول أن نخفيه عن أنفسنا وبذلك عن الآخرين، فإننا في الغالب لا ندرك مدى عمق هذا الغضب. توضح لنا جيلينفيلد في هذه النسخة المعدلة المطورة تماما من كتابها السهل تأثير الغضب على أجسامنا وعقولنا، استراتيجيات لمنع تراكم الإحباطات، كيف يمكن أن نتعامل بحسم مع مشاكل الغضب المكتوم الذي يتم توجيهه بشكل خاطئ، كيف نحتفظ بهدوءنا في مواجهة ثورات الغضب. ويصف كلير الأراني لهذا الكتاب بقوله أنه كتاب جيد وعملي ومفيد. جيلينفيلد واحد من الأخصائيين البارزين في مجال تنمية الشخصية في المملكة المتحدة، ولها تسع كتب حققت انتشار واسع على مستوى العالم، ولشهرتها كمعالجة نفسية بارزة تتعامل جيلينفيلد على نطاق واسع من منظمات، ومنها المنظمات الخيرية والمنظمات المتعددة الجنسيات. والمؤلفات جيلينفيلد الأخرى الثقة الفائقة، النجاح بعد العقبات، تحفيز الذات، والثقة العاطفية، وكتب وشرائح صوتية أخرى عديدة. بالجزء الأول فهم المزيد عن الغضب. الفصل الأول رحلة الغضب من المثير إلى الاستجابة، الغضب وأجسامنا، الغضب وعقولنا، الغضب والسلوك، أنماط الغضب الشخصي. إدارة الغضب، الخطوة الأولى تحدد اتجاهاتك وغيرها، الثانية سيطر على مخاوفك، الثالثة واجه الوحش بداخلك، الرابعة تعامل مع ركام الغضب المكبوت، الخامسة تعلم التعبير عن مشاعرك تعبير مناسب وبارع، السادسة حاول أن تجد قنوات بناءة لطاقة غضبك. الجزء الثالث كيف تتعامل مع غضب الآخرين، مواجهة نوبة انفجار الغضب، ما بعد ثورة الغضب، التعامل مع غضب الآخرين المزمن أو المكبوت في وجه العنف، استراتيجيات وقائية، الجزء الرابع استراتيجياتك الخاصة، استراتيجيات الآخرين لهذا الغضب اللي بتتكلم عنه بالكتاب. خمس خصائص رئيسية: حاسم، غير عنيف، متوجه نحو الهدف، أخلاقي، مسؤول. مفهومها عن الغضب أن الاستجابة عاطفية طبيعية تظهر لمساعدتنا على التكيف مع التهديد أو الأذى أو العنف أو الإحباط. هناك ثلاث متغيرات رئيسية تؤثر على رحلة العاطفة من المثير إلى الاستجابة: واحد مدى التهديد أو الأذى أو العنف أو الإحباط، اثنين سبب الأذى أو الإحباط، ثلاثة توقع المثير. الوعي الشخصي بالتهديد، الحدث، شعور داخلي، مثلا معلومات حسية من خلال الرؤية أو السمع أو الشم أو التذوق أو اللمس، أفكار وخيالات، استرجاع أذى، مثلا خطر عاجل، خطر غير عاجل، خطر العاجل، طريق الغاية السريع، خطر غير عاجل، طريق الحكمة. العاجل مركز معالجة الانفعالات بالمخ، مفتاح التحكم، ذاكرة صور أحداث مخزونة، استجابة وقائية سريعة، مخزن ذاكرة الخبرات الفعالية السابقة. القشرة العصبية مركز تفكير، الغير عاجل، القشرة العصبية مركز تفكير، مخزون الحكمة للتعلم الخبرات السابقة، تعلم تدريب سابق، إدراك واعي بالإنفعالات، أشعر بالغضب أو الضيق مثلا. مراكز التغيرات البيوكيميائية بالمخ، إفراز الهرمونات، تغيرات فيزيولوجية بالجسم، زيادة الضربات القلب أو شد العضلات، الاستجابة البدائية، أضرب أو أهرب، الفعل، استجابة واعية معقدة. بيقول تيودور إيزاك روبين، الشعور بالغضب والتعبير عنه بشكل صحيح هو في الواقع نقيض الجنون. ليس هناك موقف أسوأ من موقف شخص يرغب صراحة في حل الصراع ولكن مهاراته ومواقفه محدودة، وبهذا يصنع غضب جديد في محاولته لفك الاشتباك الأصلي. من أعراض الضغط الجسدية تنفس سريع سطحي وخفقان، صدر منقبض، أسوأ الهضم، تقلصات في المعدة، آلام الكتف والرقبة والظهر، صداع مزمن، آلام مزمنة في الجيوب والتجويف، طنين بالأذن، عدوى فيروسية متكررة، زيادة الوزن أو فقد تبول متكرر، إمساك وإسهال، مشكلات البشرة، اضطرابات في الرؤية وإرهاق في العين، تصلب، الشعور المتواصل بالخطر في الأطراف الغافية عن اضطرابات الحياة، الانفعالية، زيادة القلق والخوف، الشعور السريع بالجرح والغضب، كثرة البكاء، الشعور بالضيق، الشعور بالضآل واللامبالاة، ضعف الثقة، الشعور بالحيرة والارتباك، الشعور بفقد الهوية الشخصية، فقد روح الدعابة، الإفراط في الشعور بالإثارة، السلوكية، ضعف التركيز وعدم القدرة على الإنصات، النسيان،
النشاط الزائد والحركة الزائدة والتحدث كثيرا، العادات العصبية كقرض الأظافر، العجز عن اتخاذ القرارات ووضع الأولويات، التخطيط السيء والتردد في التفويض، تضخيم الأمور يجعل من الحبة قبة، زيادة الاستحواذ والخوف من مرض الرهاب، زيادة استهلاك الكحول والنيكوتين وغيرها، الأرق والكوابيس، العقم أضعف الشهوة، عدم الاهتمام بالمظهر، عدم التحكم في المصروفات، الحذر الزائد والوقاية الزائدة. مكاي روجرز مكاي بيقول الضغط العصبي هو وقود الغضب، ولكنك تستطيع أن تتعامل بنجاح مع الضغط العصبي بدلا من أن تغضب. تذكر أن التماسك هو مفتاح التفوق. كن أكثر إيجابية. استراتيجية التوجيه، التعميم، المبالغة، الاستبعاد، استراتيجية إعادة الصياغة، وسع آفاقك، حسن مهارات التواصل، الاحتفاظ بعلاقاتك في حالة جيدة. إن السلام الذي تصل إليه بعد التعبير عن مشاعر الغضب وفهمها يكون أقرب للاستمرار، ولكن السلام الناتج عن الكبت فهو مثل الهدنة المسلحة التي قد تنتهي في أي وقت. كتاب إدارة الغضب لجيلنفيلد.